كما كل ميتي نحتاج أدوات لنخدموا بهم الميتي تاعنا تاع اليوم، سموه تدريب الكلاب. الميتي اللي ولا مهم بزاف ونحتاجوه بزاف في الوقت اللي رانا فيه، باسكو بزاف ناس اللي راه عندهم كلاب بصح ما يعرفوش يربوهم ولا ما يعرفوش يدرسوهم ولا يعرفوا يعلموهم غير لاطاك، وهذا الشيء خطأ. الكلب ما يعرفش غير يعض، عنده بزاف مهام يقوم بهم، وشكون يعلمه؟ اوتوماتيكمون المدرب. المهمة الأولى اللي يقوم بها المدرب مع الكلب اوتوماتيكوم ما يعرفهش، رايح يحسن العلاقة بينه وبينه، يتعرف عليه، يلعب معه، يكاريسي له، يغالب اسمه، يدور معه شوية، خلي له الحرية نوعا ما. نورمالمون تولفنا ولينا صحاب، درك راح نبدو الخدمة. هيا ركس. وبطبيعة الحال المدرب عنده أدوات اللي يستعملهم باش يدرب بيهم، وزيادة على ذلك مول الكلب يجيب تاني لي جوي اللي يقدر يلعب بيهم الكلب، يحتاجهم مولفهم. هاي خليه يطلق، لاش خليه يلعب، خليه يربح الثقة ما بين المربي ولا المدرب والكلب. يروح هاي 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 ركس ركس هاي. يا جماعة عبيكم بلي الكلب ولا الكلب بصفة عامة سي دي كاركتير، ماشي قاع الكلاب يعني قاع يعطاكو ولا قاع يشارشو، كل واحد وكاركتير تاعه، كان اللي طبعه يجي كالم، كان اللي طبعه يجي خفيف، كان اللي طبعه اغريسيف، كل واحد وطبعه. صالح كيما لونفون صغير تلقاه كيكون يقرا فور في المات دعمه باش يكون حاجة كبيرة في المات، ولا بايزون فور في الأدب في اللغات دعمه باش يكون فور في ديك الحاجة. سي لا ميم شوز يا جماعة الكلب. يروح يروح ركس. حاجة الأولى اللي نحتاجوها باش ندريسو كلب، راحين نعطوه ولا نولفوه من الصغر حاجة اللي يعضها اللي هي تاعه، ويتعلم كيما نقولوا حنايا يعض حاجة شوية يكون أغريسيف، ما يكونش كيما نقولوا ساهل ولا طري ولا ما يعرف يدير والو. يتسمى عنده هذا تاع اللي يولفها من الصغر، وعنده حاجة اللي كي يشم فيها ريحته ولا يعرفها بلي تاعه ما يراش الحاجة واحدة أخرى. هذه اللي كان مولفها هو ملي كان صغير، جابها لنا مولاه وقالنا بلي هذه اللي مولفها، دركا رايحين نعلموه أنه يسمح فيها، كي نقولوا له بلي باتوش ما توشيهاش. ركس شرش باتوش 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 قلت له مازال هيا هاك باتوش باتوش. برافو برافو. عندنا هذا لوبجي، هذا اللي يتفتح منا ويتغلق اللي نديرو له فيه، اون سي جامي كي نبغو ندرسو الكلب على حاجة يشمها ولا حاجة يبغي يلقاها مثلا. آسي آسي